مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يذكر بآلام الشعوب التي تعاني من التوترات والحروب. الكاردينال باتسابالا يشدد على أن السلام في الأرض المقدسة يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف. الكنائس الكاثوليكية في المملكة تحتفل بعيد انتقال العذراء مريم إلى السماء. الدورة القضائية للمحاكم الكنسية تختتم مناقشات سر الزواج في القوانين الكنسية. وفيها أيضاً العذراء مريم في التراث الكنسي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. من العناوين إلى التفاصيل، بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا فرانسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أود أن أذكر بقلقي وألام الشعوب التي تعاني في أنحاء كثيرة من العالم بسبب التوترات الاجتماعية والحروب، وأفكر بشكل خاص في أوكرانيا المعذبة والشرق الأوسط وفلسطين والسودان. وتابع الأب الأقدس يقول: ما زلت أتابع الوضع الإنساني الخطير في غزة وأطلب مرة أخرى وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإطلاق سراح الرهائن ومساعدة السكان المنهكين، وأشجع الجميع على بذل كل الجهود لضمان عدم انتشار الصراع والسير على دروب التفاوض لكي تنتهي هذه المأساة قريباً. بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مريم إلى السماء، ترأس غبطة الكاردينال بيير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين القداس الإلهي في بيت ساحور بمشاركة عدد من الكهنة والراهبات وحضور جمع حاشد من المؤمنين القادمين من مختلف المناطق. وفي عظته قال غبطته: إن مريم في الإنجيل المقدس تقبل بتواضع كبير نعمة الله التي بدورها تعطي لنا مخلصا هو المسيح الرب، لأنها آمنت وعاشت كلمة الله، وهي ليست فقط أمنا بل هي الكنيسة، ونحن مدعوون إلى الإيمان بالله تعالى والعيش بتعاليمه لننال الخلاص. وفي ظل الوضع السياسي المتوتر في الأرض المقدسة، لم يغفل الكاردينال باتسابالا أن يخصص جزءا من الاحتفال للصلاة من أجل السلام، مؤكدا على أهمية الحوار والتسامح والتفاهم المتبادل بين الجميع، كما شدد على أن السلام في الأرض المقدسة يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف وليس مجرد شعارات. وبمناسبة عيد انتقال أمنا العذراء مريم إلى السماء، احتفلت الكثير من كنائس العالم بهذه المناسبة المباركة، حيث رفعت في الكنائس الأردنية الصلوات والترنيم والابتهالات إلى الله العلي القدير بأن يعم السلام في غزة والأرض المقدسة وأن يديم نعمة الأمن والأمان في أرجاء الوطن. وبهذه المناسبة المباركة أقيم في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط قداس إلهي ترأسه الأب طارق حجازين راعي الكنيسة بمشاركة الشماس رامي الفار. تحدث خلاله الأب حجازين عن فضائل الأم السماوية وعن دورها في حياة المؤمنين. وقد سبق القداس الذي حضرته الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين والأخت مدلين دبابنة النائب العام لرهبنة الوردية وعدد من الراهبات وجمع حاشد من أبناء الرعية. صلاة السبحة الوردية في مزار الأم ماري ألفونسين تلاها إقامة دورة العذراء بساحة الكنيسة. مباركة ثمرة بطنك يسوع، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن وفي ساعة موتنا. وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان احتفل أبناء الرعية وأعضاء مجلسها بعيد رقاد السيدة وانتقالها إلى السماء، وذلك بقداس احتفالي ترأسه قدس الإرشمندريت نادر صاووق راعي الكنيسة بحضور ومشاركة قدس الأب نبيل حداد كاهن رعية الويبدة الذي ألقى بدوره العظة حول معنى العيد وفضائل السيدة العذراء. وبعد الإنجيل تحدث الأب نبيل عن صفة التواضع التي تحلت بها أمنا البتول التي تطلب منا دائماً أن نسمع لصوت الرب وأن نعيش التسليم المطلق لحياتنا، وختم قائلاً: في عيد انتقال العذراء نطلب من الله العلي القدير أن يحفظ وطننا الأردن من كل سوء وأن يحل السلام في الأرض المقدسة وغزة وفي ربوع شرقنا العزيز. في هذه الكاتدرائية التي تحمل
اسم سيدة الانتقال، جئنا في هذا المساء نحتفي بهذا العيد، عيد أمنا والدة إلى السيدة العذراء، سيدة الانتقال التي انتقلت بالنفس والجسد إلى السماء. نحن هنا نردد مع الكنيسة جمعاء، نقول أنها في ولادتها حفظت البتولية، وبعد الولادة حفظت البتولية، وأثناء الولادة حفظت البتولية، وفي رقادها لم تترك العالم، فهي ما زالت أم الكنيسة تحفظ كل أبنائها وبنيها. نتوقف اليوم عند صورة أمنا مريم العذراء وعند مثالها، ونقف أمام إيقونتها لنستذكر مثل الطاعة الذي قدمته وهي تنحني أمام مشيئة الرب بقولها: ها أنا ذا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. ونتعلم منها هذا التواضع، لأنها هي التي تقول بأنها ابتهجت بالله، تبتهج روحها بالله مخلصها، لأنه نظر إلى تواضعها. دروس الانتقال وهذا العيد نتعلمها اليوم في عيد سيدتنا، نتعلم الطاعة ونتعلم التواضع. تحت رعاية غبطة الكاردينال بير باتيس سابت سابالا بطريرك القدس للاتين، افتتح سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس فعاليات اللقاء الأول للشركاء من رجال الأعمال في الأردن، والذي نظمته الإدارة العامة لمدارس البطريركية اللاتينية بمشاركة الأب جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين، والأب الدكتور فراس نصروين المدير العام للمدارس، بحضور عدد من الأباء الكهنة من مختلف الكنائس ورجال أعمال وشخصيات رسمية وإعلامية ومدراء مدارس. وقد ألقى كل من المطران الشوملي والأب شويحات كلمات تحدث فيها عن القيمة العلمية والأكاديمية في رسالة المدارس المسيحية. كما تحدثت رانيا المالكي المستشارة في البطريركية عن الوضع الاستراتيجي وتطوير الإمكانيات المتاحة والاستراتيجيات المستقبلية وخطط العمل خلال السنوات القادمة. وعقب الكلمات جرت حوارات ونقاشات أدارها الأب نصروين، تم خلالها طرح أفكار وتساؤلات وخطط عمل مستقبلية. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسا إلهيا بمناسبة عيد تجلي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على جبل طابور. وفي نهاية الخدمة التي أقيمت في كنيسة عيد التجلي المخلص وسط البلد بعمان، دعا الأيكونومس إبراهيم دبور إلى السلوك في القداسة ليتسنى لنا رؤية النور المقدس، ولنحيا حياة الملائكة وأن نأكل طعامهم الذي هو عمل إرادة الله وتسبيحه، وهذا يتطلب أن نكون ثابتين في الإيمان وعاشقين لكأس الشهادة. وفي الختام شكر سيادته أبناء الكنيسة ولجانها على جهودهم المباركة وخدمتهم في الرعية، كما كرم طلاب الرعية الذي أنهوا المرحلة الثانوية بنجاح متمنيا لهم مستقبلا دراسيا موفقا. عاونه في الخدمة عدد من الأباء والشمامسة بحضور جموع المؤمنين. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب بشير بدر من كهنة البطريركية اللاتينية للحديث عن عيد انتقال أمنا العذراء الصورة والمثال. وبين الأب بدر أن الانتقال تؤمن به كل الكنائس الرسولية من غير عقيدة، موضحا أن هناك عقائد تختص بالسيدة العذراء التي يأتي ارتباطها وعلاقتها بكلمة الله المتجسد. وشدد الأب بدر على أن أمنا البتول كانت مشاركة بالخلاص والرجاء، وهي التي تعطينا الحب والأمان وتنثر ورود المحبة في كل مكان، بينما يسوع المعلم هو المخلص الوحيد من الخطايا والأثام. معنا. عنوان لقائنا عذراء الانتقال. صحيح. شو عيد الانتقال أبونا؟ كما قلت في بداية، الرزنامة الكنسية في كل الكنائس الرسولية مليئة بالأعياد والتذكارات لأحداث أو أعياد للأم البتول، وبالرزنامة اللاتينية لا يخلو شهر بدون تذكار أو عيد للأم البتول. نعم. واحد واحد نبدأ بالعيد الأكبر. نعم. العذراء والدة الإله. نعم. أم الكنيسة. فتضع الكنيسة كل أيامها القادمة تحت حماية الأم البتول، هي التي أعطت الحياة للمسيح، وهي التي تعطي الحياة وترافق الكنيسة منذ أول يوم في بداية العام.
وتتتابع الأعياد الكبرى والشهور المريمية إلى أن نصل إلى العيد الأكبر شرقيا وغربيا، ما يسمى رقاد والدة الإله، ويسمى باللاتينية ترانزيتوس مارية، انتقال العذراء، مع أنه باللاتينية هو أسومبسيونس، أي أسومبشن، نعم. أسومبشن، نعم. من اللاتينية السومرة، أي أخذ إلى، نعم. أخذه إلى ذاته، وهذا ما تظهره الأيقونة الشرقية، نعم. العذراء راقدة على هذا الرداء المخملي الملوكي، أيوه. ويأتي المسيح بكامل بهائه أمه. ويحملها. وإذا بتسمح لي وضل معنا شوية وقت بالآخر، بدي أتلو هيك تأمل صغير لكاهن فرنسي حول المسيح الذي اشتاق إلى أمه وجاء ليأخذها. نكون سعداء أبوها. طيب. طبعا فنعود إلى الـ إلى الـ إلى معيد الانتقال بكل مسمياته، الانتقال أو الرقاد، والثنتين لهم معنى لاهوتي عميق. نعم. نعم. لأن الكنيسة لم تعتد أن تقول موت العذراء، نعم. قالت الرقاد، صحيح. لأنه نوم، والموت في المسيحية هو رقاد، صحيح. نعم. قال عن العازر إنه راقد، نعم. ولكن هنالك فرق كبير. العيد بالكنيسة الكاثوليكية حدد عقيدة، نعم. سنة 50 1 11 1950 مع البابا بيوس الثاني عشر، نعم. ولكنه يستند إلى إعلان هذا العيد كعقيدة إلى براهين ودلائل تاريخية، التقليد المسيحي، إيمان الشعب المؤمن، والبراهين اللاهوتية لمفهوم الرقاد أو الانتقال بحسب الكتاب المقدس والفكر اللاهوتي. احتفلت رعاية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بالقداس الاحتفالي بعيد انتقال العذراء للسماء بالنفس والجسد. ترأس القداس كاهن الرعية الأب فراس عريضة بمعاونة من الشضايقة وخدام الهيكل، وسط حضور لافت من أبناء وبنات الرعية، فيما جرت تلاوة صلاة خاصة من أجل السلام في غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. اليوم هو يوم مميز ومبارك بالسماء. اليوم الأم ما بتترك ابنها لحاله، والابن ما بترك أمه بعيدة عنه، فهو عيد انتقال العذراء للسماء بالنفس والجسد. على ترتيل التهركي يا مريم، بلش القداس الاحتفالي بكنيسة القديس جورج الشهيد للاتين إربد. ترأسه الأبونا فراس عريضة كاهن الرعية، وعاونوا بالخدمة الشدايقة وخدام الهيكل، وكان في حضور لعدد كبير من أبناء وبنات الرعية. المسبحة الوردية كانت حاضرة قبل القداس من أخوية الرعية والرهبات، ليصلوها على نية السلام بالعالم، وخصوصاً بالمناطق اللي فيها نزاعات وحروب وكوارث. عيد انتقال أمنا العذراء للسماء هو اكتمال لمشروع الرب، وتكريماً لهذا المشروع السماوي بادر البابا بيوس الثاني عشر بعام 1946 بأخذ آراء الأساقف الكاثوليك بالعالم بشأن تحديد عقيدة انتقال مريم العذراء بنفسها وجسدها للسماء. فتهلل العالم الكاثوليكي بأسره وتقبل معظم أساقفته هاي المبادرة البابوية بفرح كبير. وفي الأول من تشرين الثاني عام 1950 أعلن قداسة البابا بيوس الثاني عشر انتقال العذراء مريم بنفسها وجسدها للسماء كعقيدة إيمانية. إنها لحقيقة إيمانية أوحى الله بها أن مريم والدة الإله الدائمة البتولية والمنزهة عن كل عيب، بعد إتمامها مسيرة حياتها على الأرض نقلت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي. بعدة
الأبونا فراس ركز على حياة العذراء الأرضية وأهم الأحداث اللي شاركت فيها مع ابنها الحبيب وبعد موته أكيد. فالعذراء هي حواء الجديدة اللي أطاعت الله وشاركت بالتدبير الإلهي لخلاص البشرية بعد سقوط آدم وحواء. هي حدث ليس للإعلام فور فيه، وإنما حقيقة نعيشها ونتأمل فيها. والتقليد في الكنيسة الكاثوليكية يطلق على عطاء مريم كلمة أثيوردوس التي تعني والدة الله. الصلاة اليوم بكل الكنائس من أجل السلام بالعالم وخصوصاً بلذة بشمعة مضوية من الأبونا لكل المشاركين بالقداس، وصلاة خاصة وبطلب خاص من غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابيلا بأن تصلى هاي الصلاة بكافة الكنائس والمؤلفة منه بشكل شخصي، وفيها تختم الرعية قداسها الاحتفالي. العذراء هي الأم الحنون للكل، وكل شخص فينا هاليوم مميز عنده بشكل خاص، ولهيك حبت بعض من الأخوية يوجهوا رسالة وكلامي من القلب ليعبروا عن هاليوم بالنسبة لإلهم. كل الناس بتطلب من العذراء إنه ربنا يستجيب، وبتمنى إنها أكيد وأكيد رح تستجيب من كل الناس لكل الناس، واللي بطلب من قلب وبحرارة العذراء أبداً ما بترده خايبة. أنا عندي كلمة دائماً بحكيها لما بولع شمعة بالبيت وبولع بخور، بقول يا أمنا الحنونة يا أمنا المزيونة. نحتفل اليوم بالكنيسة بعيد انتقال سيدتنا العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، فهي تجسد عمل الله الثالوثي، فهي ابنة الآب ووالدة الابن، وهي أيضاً عروس الروح القدس، هي مليكتنا وهي أم الرحمة وهي سلطانتنا. ينعاد على الجميع بالخير والسلامة، وإن شاء الله بحل السلام بكل العالم، آمين. كل عام والجميع بخير وأمان، وحماية ورعاية أمنا العذراء تكون معنا جميعا. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد. وفي بيت ساحور في فلسطين أقيمت في كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك صلاة الغروب وجناز السيدة العذراء المكللة بالورود، بحضور جمع غفير من المؤمنين الخاشعين لتراتيل جوقة الرعية. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. بمناسبة رقاد السيدة العذراء وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، أقيمت صلاة الغروب وتقاريد جناز السيدة في كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك في بيت ساحور، حيث ترأس الخدمة قدس الأب سهيل فاخوري راعي الكنيسة، وبمعاونة الشماس حنا والشماس فادي والشماس شربل أبو سعدة، والجوقة التي رتلت بأصواتها الرائعة وسط حضور المؤمنين من أبناء الرعية، حيث كللت السيدة بالورود والبخور والطيب ووضعت وسط الكنيسة ليتبارك منها المؤمنون. وبعد الصلاة أقيمت صلاة جناز السيدة والدورة في ساحة الكنيسة على وقع أجراس الحزن لتعود أدراجها إلى الهيكل لأخذ البركة، وبعدها تم توزيع الخبز والزهور على المؤمنين. طبعا أمنا مريم العذراء بس كانت على الأرض، كانت دائما مع التلاميذ. بأول شيء لما كان المسيح عايش على الأرض كانت دائما موجودة معاه، وين ما روح تكون معاه. وبعد ما يسوع المسيح صعد إلى السماء، مريم العذراء ظلت عينها على التلاميذ، كانت جمعيتهم كانوا يعتبروها كأم لإلهم. واليوم كمان حتى وقت وفاتها ما تركت التلاميذ ولا تركت الرسل، كانت دائما تهتم فيهم، ولحد اليوم تهتم بكل واحد، كل إنسان مؤمن من كل قلبه بآمن بموت وقيامة يسوع المسيح. أمنا مريم العذراء ما بتتركه، بظلها معه. دور مريم العذراء كان رائع جدا حسب الكتاب المقدس. بتذكر مرة كان المسيح عم بيعلم، نطت واحدة من الناس القاعدة حكت طوبى للبطن الذي حملك والثديين الذين رضعتهما، حكى لها لا طوبى للذي يسمع كلمة الله ويعمل فيها. وأول واحدة سمعت كلمة ربنا وعملت فيها هي أمنا مريم العذراء.
فإحنا كمان مدعوين كأمنا مريم العذراء نحفظ كلمة الله، مش بس نحفظها، نحفظها ونعمل فيها. وإحنا خصوصا بظل المآسي اللي واقعين فيها من حروب، من قتل، من شغلات كثيرة، نطلب من هاي الأم الحنون إنه بالفعل اليوم بذكرى رقادها وانتقالها للسماء إنها ترجع تحن على العالم وتعطينا السلام وتعطينا الفرح. نهاية بدي أشكر أنا النورسات اللي دائما بتواكبنا بكل احتفالاتنا الكنسية، نحكي لهم كإدارة وكعاملين في مؤسسة نورسات الله يعطيكم الصحة ومريم العذراء تبارك حياتكم. احنا كمسيحيين ماخذين امنا مريم العذراء قدوة، وياريت انه نقتدي بناتنا يقتدم فيها، سيداتنا يقتدم فيها في الاحتشام، في التواضع، في المحبة، في القبول، في الرضا. ستنا مريم عليها سلام الله هي شفيعة لنا في السماء، ومن لا يكرم امنا مريم العذراء لا يكرم ابنها يسوع المسيح. وهذا الشيء بنحكي احنا لكل الجماعات اللي عملهم بهاجموا في امنا مريم العذراء في بتوليتها وفي شفاعتها. العذراء مريم ام الاله احتوت في داخلها في احشائها الذي لا يسعه مكان، هي مش خلص تاريخها او خلص وقتها او انها وقت زمني، هي امنا للابد وفي السماء هي تتشفع فينا. فعشان هيك دائما نطلب شفاعتها، وخصوصا في هذا الوضع، في هذا الايام، في هذه الايام الصعبه اللي بمر فيها العالم من حروب ومجاعه والعالم كله مش مستقر. فهذا اليوم وبكره ودائما نطلب شفاعة ابن مريم العذراء عليه سلام الله، وإن شاء الله بتتشفع في الأرض المقدسة، بتتشفع في العالم أجمع ليحل السلام في وطن السلام. فدعاؤنا في عيد انتقالك يا أمنا مريم العذراء، نرفع صلاتنا نحو السماء طالبين منك أن ترافقينا وتساعدنا في وقت ضيقنا. يا حنونة أنت التي نركض إلى حضنها عندما نتعثر لتحمينا فتعطينا الحب. أنثري ورد المحبة في كل مكان واحرسينا من كل شر. آمين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك بيت سحور. وسط سعادة بالغة بين أسرتها الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر، أبرزت الأخت تريزا طاشمان نذورها الدائمة بين يدي الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات الأخت إيلين فرح، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان. وقد رأس الأب جهاد شويحات النائب البطريركي للاتين في الأردن قداسا إلهيا بهذه المناسبة بمشاركة الأب حنا كلداني راعي الكنيسة وحضور الرئيسة الإقليمية إيلين فرح والأب رشيد مستريح الفرنسيسكاني وعددا من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من أبناء الرعية. وفي الختام شكرت الأخت إيلين الرب على نعمة الدعوة راجية أن يرسل دعوات إلى كنيسته، كما شكرت الأباء الكهنة والحاضرين على المشاركة. أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بيانا انتقدت فيه بشدة سلطات الاحتلال لمحاولاتها المستمرة لعرقلة حرية العبادة للمسيحيين في الأراضي المقدسة، موضحة بأن الشعائر الدينية المتعلقة بعيد تجلي الرب على جبل طابور تعرضت لتدخلات غير مبررة من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث صدر عن شرطة إسرائيل أمر يقضي بمنع المؤمنين من المشاركة في هذه الشعائر التي تقام منذ آلاف السنين بذريعة عدم حصول هذه الصلوات على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامتها. وختم البيان: لقد حان الوقت لتتعامل السلطات الإسرائيلية مع حقوق حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية وإقامة الشعائر المقدسة على أنها حقوق مكفولة ومضمونة وأساسية للمسيحيين دون السعي لطمسها عمدا. اختتمت في البحر الميت أعمال الدورة القضائية الثالثة للمحاكم الكنسية الأرثوذكسية والتي عقدت بعنوان سر الزواج المقدس والنظرة الشفائية في القوانين الكنسية. وقد رحب سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بالمشاركين من قضاة ومحامين من الأردن وفلسطين، مثمنا حضورهم ومشاركتهم بمثل هذه الدورات التي تسعى لتطوير العمل القضائي الكنسي وخدمة العدالة والعائلة المسيحية. وقدم سيادته محاضرة عن قانون العائلة المسيحية الجديد والتحديات التي تواجه المحامين والأطراف في التنفيذ، كما تضمنت الدورة محاضرات حول إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكنسية وانعكاس قرارات الأهل على الأبناء وكيفية التعامل مع القضايا الأسرية. تلاها جلسات نقاشية عديدة بين سيادة المطران والمحامين حول دورهم في الحفاظ على الأسرة. أكد وزير السياحة والأثار مكرم القيسي خلال زيارة افتتح خلالها تركيب اللوحات الفسيفسائية في بلدية مادبة على أهمية مادبة السياحية والدينية،
لافتا كذلك إلى أهمية موقع جبل نيبو وقلعة مكاور كأحد معالم الحج المسيحي. وتفقد القيسي خلال الزيارة جدارية الفسيفساء في مركز زوار مادبة واطلع على أعمال ترميمها ومشروع إعادة تسمية الشوارع والمواقع السياحية عبر لوحات فسيفسائية تعكس هوية مادبة. كما استمع وزير السياحة من المسؤولين للإنجازات المتعلقة بالمشاريع التدريبية لحرفة الفسيفساء وإلى الطريق الدائري الذي يربط بين طريق مادبة الشرقي وصولا إلى طريق جبل نيبو. خلال استقباله لوفد إعلامي إيطالي زائر لكنيسة القيامة بالقدس بهدف إطلاق حملة عنوانها أوقفوا الحرب فورا، أشاد المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بهذه المبادرة التي تحمل طابعا إنسانيا بالدرجة الأولى، وقال إن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري، حيث يتعرض القطاع للقصف والتجويع والتعطيش على مدار الساعة. وأعرب المطران حنا عن أمله أن يصل النداء من خلالهم إلى كل المرجعيات الروحية والحقوقية بضرورة العمل على وقف هذه الحرب سريعا. كما وضع سيادته الوفد في صورة ما يحدث في القدس ومعاناة أهلها والتضييق عليهم من قبل السلطات الاحتلال. أطلقت دائرة الإحصاءات العامة نتائج المسح السكاني والصحة الأسرية لعام 2023، جاء ذلك خلال ورشة عقدتها الدائرة بعمان بحضور مسؤولين من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان وصندوق الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والوكالة الأمريكية. وتضمنت نتائج المسح التي تم مناقشتها الإعلان عن بيانات إحصائية حول معدلات الإنجاب وتنظيم الأسرة والطفولة. كما ناقشت الورشة خلال جلساتها عدة موضوعات تتعلق بصحة المرأة والطفل والإعاقة والإيدز والعنف الأسري وغيرها. ترأس غبطة الكاردينال لويس رافائيل ساكو قداسا إلهيا في كنيسة انتقال مريم العذراء إلى السماء في بغداد بحضور جمهور غفير من المؤمنين، وفي عظته قال غبطته إن انتقال أمنا إلى السماء تعبير عميق المعاني، حيث تعتز فينا الرجاء بالحياة الأبدية التي وعدنا بها السيد المسيح. فاحتفالنا اليوم يدعونا لنقوم بمراجعة لإيماننا وسلوكنا على ضوء ما عاشته العذراء من خلال الصلاة والإصغاء إلى كلمة الله وتجسيدها في تفاصيل حياتنا اليومية. هذا العيد يعطينا الأمل بمثابرة وإصرار في أن نشارك مريم وابنها مجدهما في هذه الظروف الصعبة والمقلقة، لنضع ذواتنا وعائلاتنا وكنيستنا تحت رعاية أمنا البتول صاحبة القداسة والمجد. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان العذراء مريم في التراث الكنسي. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الايكونومست دكتور إبراهيم دبور راعي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية، الذي شرح وفصل خصال العذراء مريم التي امتازت بها عن باقي نساء العالم كي تكون هي وحدها والدة الإله التي تجسد وحل في أحشائها. كما وضح العديد من العقائد الأرثوذكسية التي سنتها الكنيسة للحفاظ على أصالة وعمق التراث الكنسي. فإلى هناك. هلأ أبونا، إحنا بالنسبة لموضوع مريم العذراء في التراث الكنسي، نحن الأسبوع الماضي بحثنا عن موضوع اللي هو العقيدة الرقاد، رقاد السيدة العذراء أو العقيدة الانتقال السيدة العذراء. طبعا في هناك يعني على المؤمن تختلط بعض المفاهيم والتسميات، يعني عيد انتقال أم عيد رقاد أم عيد يعني موضوع الصعود السماء إلى السماء. هلا موضوع الصعود يعني نحن مش غريب علينا في الكتاب المقدس، يعني مثلا بقول لك النبي إيليا صعد إلى السماء بمركبة نارية في العهد القديم، وأيضا أخنوخ صعد إلى السماء أيضا، وصعود السيد المسيح كمان له المجد إلى السماء. فموضوع الصعود إنه نذكر في الكتاب المقدس، لكن موضوع صعود السيدة العذراء مريم أو عيد الانتقال أو الرقاد، هون صار في عند الناس يعني دائما تساؤلات، لماذا هذا الصعود أو هذا الانتقال أو الرقاد لم يذكر في الكتاب المقدس كباقي القديسين والأنبياء؟ إنه مريم العذراء أهم منهم يعني بنظرهم. وهل هذا التعليم الانتقال أو الرقاد، هل هذا التعليم تعليم رسولي؟ يعني هي الكنيسة اللي أثبتته أو الكنيسة اللي وضعته ليس مذكور في الكتب المقدسة؟ أنا بصراحة أبونا عند تحضير الحلقة الأسبوع الماضي وعم بحضر هلا الحلقة، حاولت أني أجد
مراجع كتير عن موضوع الرقد والصعود، ما لقيتش انه كتب رسمية، يعني دائما كلها كتب منقولة وغير كتب غير رسمية. وفي حتى قصة توما، القديس توما، انه التقى في العذراء في السماء، ايضا مش مذكورة في الكتاب المقدس يعني بشكل صريح واضح، مذكورة في كتب موثقة ومعتمدة من الكنيسة انه تاخذ منها تستقي منها المعلومات. لكن برضو كمان في عليه تساؤل، اجتنا كتير ابونا تساؤلات من الناس حابين يفهموا هل هذا تعليم رسولي. هذا احد الاسئلة اللي توجهونا فيها، انه هل حتى نصوص مثلا من القديسين الاباء، القديسين اللي مروا على الكنيسة ايضا لم يذكروا عن موضوع هذا، انه العذراء انتقالها وصعودها الى السماء. واحد كمان الاسئلة اللي وصلتنا وحابة انه مثلا انت تجاوب عليها، لماذا مثلا اذا كان المصدر الرسولي واحد لكل الكنائس في تفاصيل مختلفة ما بين الكنائس القبطية والكنائس الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية، ما بين أن الصعود بالنفس والجسد، هل الجسد حي أم ميت اللي صعد إلى السماء الآخر من هذه الأسئلة أبونا. أنا بتمنى أنه يعني يتسع صدرك لهذه الأسئلة، لكن نحن في برامجنا يعني بدنا نفتح قلبنا لكل هذه التساؤلات الناس ونجيب عليها، ما هو سر مخبى نخبي عليهم. لكن أنا بعرف بنفس الوقت أنه في أمور يعني صعب الواحد تفسيرها، بيرجع لقلبه ويستنبط قلبه ويشوف انه هل اريد ان اؤمن ام غير ان مؤمن. وسؤالي حتى كمان، هل انا عم بسأل من اجل التشكيك، من اجل انه اعلنها انها هاي هرطقة او مش هرطقة، زي ما احد كمان المعلقين يعني كتبها، ام انه انا بس بدي اامن لإلي وانا مؤمن، حتى لو انه اسمع شيء تاني انا مؤمن، لانه عندي انا قناعة وهذا في قلبي، أنا مقتنع بهذا الشيء اللي أبائنا اللي وضعوه، أو التعليم الرسولي اللي وضعه، أو أباء الكنيسة اللي وضعوا هذا هاي العقيدة، أؤمن بما يجيء من الكنيسة بغض النظر. الكتاب المقدس لازم يعرفه كل العالم أنه لم يكتب حتى سيرة حياة المسيح. حتى يوحنا في الإنجيل بيقول لو أردنا أن نكتب واحدة فواحدة الأمور اللي عملها المسيح، كل كتب الدنيا ما بتوسع. بالتالي بولس الرسول بيقول، أو يوحنا بيقول، يعني أردت أن أكتب لكم، ولكن إن حين أحضر إليكم سأتكلم فما لفم. في أشياء كثيرة في الكتاب المقدس لم تكتب، حتى أعمال الرسل. عندما نتكلم عن أعمال الرسل، كم رسول ذكر في أعمال الرسل؟ وين راح وين أجوا؟ يعني غير شوية بطرس الرسول، شوية استفانوس، شوية والبقية بولس الرسول. وبعدين حتى استشهاد بطرس الرسول واستشهاد بولس الرسول لم يذكر، اللي هم يعتبر كتاب أعمال الرسل. فالكتاب المقدس كتب الأمور المهمة جدا 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 لخلاص البشرية. حتى أقوال المسيح التي كتبها، يعني من سن واحد لسن 30 لم يذكر عن المسيح نفسه له المجد إلا لما كان عمره 12 سنة راح إلى الهيكل. فنقطة أولى، لا نطلب من الكتاب المقدس أكثر ما هو بده يعطينا. ونبلش نألف ونقول هذا صح وهذا خطأ لأنه مش مكتوب أو مكتوب. الكتاب المقدس واضح. واضح بده يقولنا عن سر التدبير الإلهي، التجسد، الصلب، القيامة، الخلاص. هذا شيء مهم جدا لحياة الإنسان. باقي ما تبقى ليس من اختصاص الكتاب المقدس أن يكتب لنا سيرة حياة لا القديسين ولا العذراء ولا حتى نفس المسيح له المجد. كتب لنا الأعمال والعجائب والأقوال التي بتهم خلاصنا فقط لا غير. فمشان هيك يجب أن نكون واضحين حتى لما نقرأ الكتاب المقدس، يعني أؤمن بإله واحد اللي إحنا كلنا بنقولها لم تكتب في الكتاب المقدس، لأنه هي موجودة في سنة 325 ميلادي. لكن هي كتبت على أساس الكتاب المقدس. نقطة مهمة جدا أخرى،
أن العذراء مريم رقدت بعد ما كتبوا الكتاب المقدس. نعم. يعني بدنا نكتب صح. كتاب مقدس جديد مشان نكتب عن حياة مريم العذراء. نعم. هل حياة مريم العذراء وحياة القديسين، حياة القديس اندراوس اللي نعم. هو أحد الرسل، حياة القديس بارثيلماوس، حياة القديس متى، نعم صح، هاي كلها بنقدها بكتب الكنائسية التي تسمى السينكسار. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل ختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يذكر بألام الشعوب التي تعاني من التوترات والحروب. الكاردينال باتسابالا يشدد على أن السلام في الأرض المقدسة يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف. الكنائس الكاثوليكية في المملكة تحتفل بعيد انتقال العذراء مريم إلى السماء. الدورة القضائية للمحاكم الكنسية تختتم مناقشات سر الزواج في القوانين الكنسية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.